السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران وبالضبط في المنطقة التطور العمران الجديدة اللي تقع شرق مدينة وهران، هي منطقة بلجير ومنطقة كذلك بلقايد أين يقع المركب الأولمبي. هذه المنطقة هذه تعرف التطور العمراني غير مسبوق، وفي هذا الإطار نعرفكم بهذه الإقامة السكنية الجديدة لراي قيد الإنشاء بهذه المنطقة. خليكم تابعوا هذا الفيديو حول هذه الإقامة الرائعة، لأكيد سوف يعني تزيد من تكثيف النسيج العمراني وهيكلته، خاصة هذه الكلمة المهمة جدا وهي هيكلة النسيج العمراني، يعني اهتم بها كثيرا أنا في الشخصين، هي قضية الهيكلة نتاع النسيج العمراني في المدن نتاعنا. خليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم.